صباح الخير. رح نعمل اليوم معا سنافر مروحة ورقية. سنحتاج إلى ورقة، طبعا أي لون موجود عندكم. سنقوم بعمل مثلث، ما بدي إياه على الأخير عشان ما تطلع كتير كبيرة وتقدروا تتحكموا فيها بنفسكم عشان تتحرك. سنقوم بقص الزائد من هنا، طبعا اذا انتم رح تقصوا لازم تستعملوا مقص اطفال مخصص للاطفال. هكذا اصبح لدي مربع. سنقوم بعكس الاتجاه، نضع الرأس على الرأس ونقوم بتثبيت المثلث. أصبح لدي أربع خطوط كما أنتم ترون. للتوضيح، هنا خط خط، هذه الأربع خطوط سنقوم بقصها لكن لا نقص ونصل إلى أسفل الورقة، للوسط لا، إلى الطرف. أنا ما بدي أقطعها كلها. تمام. أنا معي مكبس، ما عندي صمغ. اللي عنده صمغ طبعا بيقدر يتحكم اكثر، يضع الصمغ هنا ويثبت اول طرف. لن ناخذ هذا الطرف الذي هنا، سناخذ العكس المقابل له وسنضعه. ناخذ المقابل له ونضعهم فوق بعض الرؤوس. تمام، أكيد مبين معكم هذا العكس. سنقوم بوضعه وأيضا سأقوم بتعمل المكبس لكبس جميع الرؤوس معا كما ترون. جمع الرؤوس معا. نحضر مصاصة عادية ودبوس طبعة. قطعت كرتونة بشكل دائري سأضعها هنا ونضع عليها دبوس طبعة. سننتبه يا ماما عشان دبوس الطبعة رح يخرج من الجهة الأخرى، ونقوم بتثبيت المصاصة به هكذا. هلا ممكن دبوس الطبع يكون صغير في احجام، اذا كان كبير ورح يطلع من الجهه الثانيه بيساعدنا البابا في الكماشه يضغط لنا اياه وتصبح المروحه الورقيه جاهزه للعب.